السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تحول البيانات او الداتا اللي عندك لصورة او لحاجة بيانية، فانت ممكن تستعمل برنامج ماتلاب، بس هو برنامج فيه تفاصيل وفيه صعوبة شوية. ممكن تعمل اكسل بس مش بيطلع بالجودة اللي احنا نشوفها في الموقع اللي احنا استخدمناه دلوقتي اللي هو تشارت ستوديو. هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انت عندك اعمدة، فبتبدأ تكتب البيانات مثلا في العمود الاول، مثلا عدد المشاريع مثلا او درجات الطلبة مثلا، وبعد كده بشوف الصف الثاني او العمود الثاني، تبدأ تكتب البيانات. هو بيعملها بالشكل دوت، هو عامل لك الاكس والواي والزد اللي هو الاي بي وسي، وهنا ده التو دي هيستوجرام. ممكن تيجي هنا ويجي لك الاشكال دي كلها، فتبدأ تختار الشكل الانسب ليك بالشكل دوت، وتقدر تقول له مثلا انا عايز هنا الريديوس، ودوت هيبقى مثلا البي، وده هيبقى مثلا تعملها بالشكل دوت. تمام، هتلاقي حسب الدرجات اللي انت كاتبها. ممكن تقول لا ده انا عايزها مثلا بشكل 3D، هيبدأ يعملها لك بشكل 3D. ممكن تقول له لا ده انا عايزها مثلا بالشكل دوت، فمجرد تختار بيبدأ يحول لك المعلومات، وتقدر تختار القيم انت عايزها تاخدها منين، من الاكس مثلا هي من البي فاليو، والواي من الاي فاليو. فبسهولة بتقدر تغير الشكل اللي انت عايزه، ممكن تخليها مثلا على التيبل، ممكن تخليها على شكل كون مثلا، ممكن تخليها 3D سيرفيس، يبدأ يشوف الحاجات اللي انت هتدخلها له بالشكل دوت. ممكن مثلا تقول له انا عايز هنا مثلا ايه وي اف بي مثلا بالشكل دوت، فبيبدأ يظهر لك القيم زي ما انت شايف. تقدر تعمل اكتر من تريس وتبدل بينهم. تمام، هنا مثلا بدل 3D تخلي مثلا دوت، وهنا تخلي يجيب لك خريطة، وتبدأ تحط المعلومات اللي انت عايزها. طبعا لازم يبقى تكتب اللوكيشن مظبوط، المعلومات بتاعتها. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايزها مثلا انستجرام بالشكل ده،